عبر المدى عليها ومنها السلام ابتدى وفيها تألق فجر الندى حياتي بمجد البلاد ابتدى بلادي بلاد الإباء والشمم ومغنى المروءة منذ القدم يعانق فيها السماح الهمم وفيها تصور. أهلا بكم مشاهدي قناة اقرأ في اليوم الثاني من تغطيتنا المباشرة لفعاليات احتفال اليوم الوطني السعودي 88 حيث تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني وهي ترسم في الأفق مستقبلها العملاق وتشيد للأجيال أركان حضارتها وتبني في المعمورة أسطورة مجدها تحتفل وهي قوة ضاربة في عمق التاريخ وقفزة في رؤيتها الذكية المستقبلية 2030 التي تنشد التحول لما بعد النفط. تحتفل اليوم باليوم الوطني 88 وهي تستبق الزمان وتحمل في كفها القرآن ويشع من جبينها طهر الإيمان. تحتفل باليوم الوطني السعودي 88 هذا اليوم الذي وحد فيه الملك عبد العزيز طيب الله ثراه أرجاء المملكة العربية السعودية، فهو اليوم الوطني الرسمي لبلاد الحرمين الشريفين، بلاد مهبط الوحي ومهوى أفئدة المسلمين قاطبة من كل بقاع الأرض. قناة إقراء الفضائية بكل كوادرها تهنئ الحكومة الرشيدة والشعب السعودي بهذا اليوم الغالي ليس على قلوب السعوديين فحسب وإنما جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. تصحبكم قناة إقرأ الفضائية في بث مباشر بمناسبة اليوم الوطني اليوم من الساعة 5 مساء وحتى 1 صباحا بمشيئة الله. تابعونا واستمتعوا بشاشتنا التي تعدكم بأن تبهركم بتغطية مميزة بإذن الله. زرعنا ثراك بزهر الوفاء وسقي الصفاء لعمر مديد وعشنا الحياة بأبهى حلاها فراقت وزانت بشكل فريد. تملكت يا موطني مهجتي فحبك فينا شجي أكيد. صوت الفخامة وجمال الكلمة واللحن والمعنى بلادي بلادي منار الهدى. بلادي بلاد الإباء والشمم ومغنى المروءة منذ القدم يعانق فيها السماح الهمم وفيها تصون العهود الذمم. ستبقى بلادي منار الأمم لتمنع عنها دياج الظلم باسم المهيمن حامي العلم وعزم السيوف وهدي القلم وعزم السيوف وهدي القلم. بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولة عبر المدى عليها ومنها السلام ابتدى وفيها تألق فجر الندى حياتي بمجد بلادي ابتدى. بمكة صرح الهدى عمرا ليبقى المزار المنيع الذرى أعز به الله أم القرى وطيبة حيث يضم الثرى رسول السلام لكل الورى يرى كل شيء بها أخضرا ونجد عرين أسود الشرى. ستبقى لمجد العلا من برا ستبقى لمجد العلا من برا. بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولة عبر المدى عليها ومنها السلام ابتدى وفيها تألق فجر الندى حياتي لمجد بلادي ابتدى. يمينا بخالق الأوحدي علينا ونحن رجال الغدي عهود الحفاظ.
نحوي على السوق تدي بصدق الرعاية للمهتدي وصدق الرماية للمعتدي يمينا بلاد الهدى نفتدي علاك ببذل سخي اليدي وعمر يطول بمستشهدي وعمر يطول بمستشهدي بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولة عبر المدى عليها ومنها السلام أهلا بكم من جديد مشاهدينا وأعزائنا مشاهدي قناة إقرا الفضائية في هذه التغطية الخاصة من قناة إقرا تغطيتنا مباشرة بفقراتنا المتنوعة احتفالا باليوم الوطني السعودي 88 نعيش معه اللحظة باللحظة والفرحة بالفرحة في هذه البلاد المباركة التي اختارها الله لتكون منطلق الرسالة الخالدة وقبلة المسلمين المقدسة ومهوى قلوب الناس جميعا. ويسعدنا مشاهدينا الكرام أن نخبركم بأن تغطيتنا المباشرة ستكون على ثلاث فترات أصحبكم في الأولى مع زميلي عماد فؤاد حتى الساعة 8:30 مساء بإذن الله ثم يكمل معكم زملاؤنا في الفترة الثانية مراد الكحيلي وعبد الرحمن معروف حتى الساعة 10:30 يليهم بعد ذلك الزميل إيهاب جاهة حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل من هذا اليوم الحافل وبإذن الله تتنوع فقراتنا بين ضيوف متميزين وتقارير نوعية وفقرات جذابة وتهاني حصرية بالإضافة إلى مسابقة آنية بإمكانكم المشاركة فيها. عماد حدثنا عن تفاصيل المسابقة. طبعا مشاهدينا الكرام بمناسبة احتفالات اليوم الوطني السعودي تخصص قناة إقرأ الفضائية جوائز قيمة لمشاهدينا الكرام ومتابعيها من المملكة العربية السعودية ومن كل مكان. مسابقة على حسابها الرسمي في تويتر إقرأ تي في وتخصص جوائز قيمة لـ30 مشارك على مدار يومين مقدمة من أكاديمية مهرة للفروسية وأيضا مركز نيوتري لايف للتغذية والوجبات الصحية وعيادات جويل المتميزة طبعا هذه عيادات خاصة بالتجميل فشكرا لهم على هذه المشاركة القيمة في هذا اليوم الجميل وفي فترتنا الأولى من تواجدنا معكم أنا وزميلي سعيد حمتوش إن شاء الله سيتم السحب بإذن الله على 5 فائزين أمس وعدناكم بـ5 وما قدرنا نسحب الـ2 لأنه الوقت داهمنا فسحبت في باقي الفقرات مع زملائنا إن شاء الله نحاول اليوم نسحب الـ5 بإذن الله في فترتنا أنا وياك إن شاء الله سعيد. بإذن الله. شروط المسابقة مشاهدينا الكرام الإجابة الصحيحة على سؤال الحلقة على هاشتاج اقرأ _ تحتفل _ بالوطن 88 هذا الهاشتاج ادخل عليه جاوب على السؤال هذا أول شرط. الشرط الثاني هو متابعة حساب قناة اقرأ في تويتر لازم يا جماعة الخير أمس سحبنا كذا شخص أو كذا يعني واحد كانوا حيفوزوا معنا اللي ما حالفهم حظ أنه ليش ما تعمل بس متابعة اضغط متابعة لأنه هذا واحدة من شروط المسابقة نبغى الناس نفوزهم اليوم نبغى من أول السحب إن شاء الله اليوم الناس تفوز معنا إن شاء الله. أيضا عمل ريتويت لسؤال المسابقة على حسابكم الشخصي في تويتر يعني البوست اللي عليه السؤال تعمل له ريتويت إلى حسابك الخاص فبالتالي عملية نشر السؤال متابعة الحساب والإجابة الصحيحة على سؤال حلقة اليوم بالضبط. ما هو سؤال حلقة اليوم؟ سؤال حلقة اليوم بيقول في عهد من من ملوك السعودية المملكة العربية السعودية تم الإعلان الرسمي عن تغيير مسمى صاحب الجلالة إلى خادم الحرمين الشريفين واستمر هذا المسمى إلى الآن. جميل جدا عماد. اتخذ ملوك المملكة العربية السعودية بعد توحيدها لقب خادم الحرمين الشريفين بدءا من عهد الملك فيصل بن عبد العزيز وذلك عندما تمت صناعة ستارة الكعبة وكتب عليها في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك فيصل فرفض ذلك وأمر بتعديلها في عهد خادم الحرمين الشريفين ليكون بذلك أول من استخدم هذا اللقب من أبناء الملك الموحد عبد العزيز آل سعود. مشاهدينا الكرام ننتظر إجاباتكم عبر الهاشتاج كما ذكر زميلي عماد لابد أن تقوموا بمتابعة الحساب حساب قناة إقرأ فضائية في تويتر وعمل رتويت وأيضا الإجابة بالإجابة الصحيحة بإذن الله وسنقوم بالسحب وإن شاء الله بإذن الله يكون أحد متابعين قناة إقرأ فضائية نتمنى الجميع يعني يفوز بهذه المسابقة لكن بقدر المستطاع سيحصل على 5 أشخاص في هذه الفقرة وفي هذه الساعتين سيفوز فقط 5 أشخاص وأيضا في الساعات الأخرى سيكون هنالك فائزين بإذن الله.
نحاول طبعا مشاهدينا الكرام أنه تكون الأسئلة فيها بعض المعلومات القيمة اللي يستفيد منها الشخص ويعرف معلومات كبيرة عن وطنه. صحيح. وهذا الشيء طبعا نحاول يكون من خلال مشاركتنا في هذه المسابقة في هذا اليوم الجميل إن شاء الله. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى أمر آخر وجميل جدا، حيث تتحفنا كعادتها شركة دل البركة في كل عام بعمل مميز عن اليوم الوطني السعودي. لاحظنا في الأعوام الماضية كان أعمال جميلة جدا، وفي هذا العام شاركت كذلك شركة دل البركة بعمل جديد يحكي إنجازات جديدة خطت في سجل الوطن الحبيب وفق الرؤية القادمة. نشاهد سريعا. أحبه لأنه وثق فيني وأعطاني المجال أني أثبت نفسي قدام العالم. عشانه دعمني وفتح لي الأبواب وأعطاني الفرصة، وبنى لنا رؤية نستلهم منها طاقتنا. أحبه لأنه فتح لي المجال إني أحكي للناس قصتنا. حسسنا بالعدل وإن الكل محاسب، ما في أحد أحسن من أحد. لأنه وقف وجه الطغيان لأجل عيالنا يعيشون في أمان. النبأ نسانا، وعدنا ووفى. أحبه عشان نظرته وسطية ومعتدلة. ألهمني وأعطاني الدافع أني أعرف عن العالم أكثر. أحبه وأحب فكرة وأحب تطلعه للمستقبل. شجعنا ودعمنا ورفع مكاناتنا قدام العالم. تربع الحزم بنظرته عزم وحنا شهود. هذا الأسد سليل المجد ولي العهود، ابن الأسد مليك العز فخر الجدود. الفيديو جميل صراحة يا سعيد فعلا، وبيحكي إنجازات إن شاء الله إنجازات قوية ومنها للأفضل إن شاء الله. حب الشعب أيضا لولي العهد. نعم، حب الشعب أيضا لولي العهد. صحيح، لأنه إنجازات كبيرة الآن وفق رؤية إن شاء الله كبيرة تقوم عليها المملكة العربية السعودية. بهذا الشأن طبعا يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتورة هاتون قاضي، معدة ومقدمة برامج ومحتوى على اليوتيوب أيضا وعلى شاشة التلفزيون. دكتورة أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا في دبي دكتورة. أيوة أنا في دبي في دار الحي أكيد. يا أهلا وسهلا، يعطيك العافية دكتورة وشكرا على مشاركتك معنا. بداية تهني مين في هذا اليوم الوطني الجميل؟ أكيد أنا أول شيء أهني خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأهني كل الشعب السعودي. حقيقي المشاعر اللي نحن شاعرين بها اليوم ده ما تتوصف، يعني مشاعر حب ومشاعر انتماء ومشاعر ولاء، شيء جدا 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 جميل، ونتمنى أن رب يديم علينا النعمة دي. جميل جدا دكتورة، أنت الآن ما شاء الله في دبي تحديدا في دولة الإمارات. مظبوط. كيف ترين مظاهر الاحتفال باليوم الوطني في دولة الإمارات تحديدا كونك هناك؟ أكيد يعني ما يحتاج نقول على مشاعر الأخوة ومشاعر الوحدة اللي بيننا وما بين الشعب الإماراتي. يعني أنا ترى حاسة كأني في السعودية، أنا ماني حاسة أبدا إن أنا خارج بلدي أصلا. يعني يكفي إنه نحن نروح دولة الإمارات العربية المتحدة ببطاقاتنا الشخصية، يعني ما أعتقد في دلالة أخوة أكثر من الدلالة دي. فاحتفالنا في الإمارات بالضبط زي كأننا بنحتفل في السعودية، ما تفرق أبدا. في كل مكان نلاقي اللون الأخضر، في كل مكان بنلاقي علم لا إله إلا الله محمد رسول الله بيرفرف في كل مكان. حاجة جميلة 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 جدا ومشاعر لا توصف. البرج دكتورة يعني. البرج لا هو بس البرج، يعني عادة حكونا في البداية نفكر بس البرج، طلع أنه مو بس البرج، في كل أنحاء الإمارات إحنا بنلاقي في أي مبنى عالي أنت بتلاقيه باللون الأخضر وعليه علم لا إله إلا الله محمد رسول الله. شيء جدا جدا يعني يشرح النفس ويجيب السعادة الصراحة. جميل جدا.
أستاذ أتون، طيب الآن نشاهد في رؤية المملكة 2030 تمكين المرأة ويعني إعطائها مناصب في المملكة العربية السعودية حتى تستطيع مواكبة التطور وأيضا تساهم في نهضة المملكة العربية السعودية. كيف ترين دور المرأة وتقدمها خاصة مع هذه الرؤية، رؤية 2030؟ طيب هو حقيقة يعني أنا اللي بعض الأحيان أنا كامرأة اللي يسبب لي نوع من الحساسية لما دائما بنتكلم عن المرأة السعودية وكأنها دوبها طلعت أو كأنها دوبها بتنجز. معنا يعني نحن عندنا الدكتورات الأكاديميات السعوديات موجودين من أكثر من 60-70 سنة، الطبيبات السعوديات، المعلمات، المخترعات، الإعلاميات، الفنانات، يعني ما هو شيء طارئ، يعني هم موجودين من زمان. يمكن الفرق الآن إنه تمكين المرأة وإعطائها مناصب وتأكيد مشاركتها في الحياة العامة الآن أصبح واجب. يعني ما في مسؤولة الآن أو أي جهة تقدر تمنع امرأة من منصب أو إذا كانت مؤهلة فقط لأنها امرأة. زمان كان ممكن الشيء ده يحصل، الآن ده أي إذا حصل الشيء ده فهو يعني تعطيل للرؤية وغير مسموح به بتاتا البتة. وهذا شيء طبعا يسعدنا نحن السيدات ويشعرنا الآن إنه في مرجعية نقدر نحتكم لها في حال تعرضنا للحرمان من أي منصب وظيفي أو من أي تمكين من أي كان نوعه بسبب كوني امرأة. فهذا الشيء طبعا اللي هو جديد. غير كده الحمد لله المرأة السعودية ممكنة من زمان، يعني ما أعتقد إنه الحكومة السعودية في أي مرحلة من مراحلها يعني وقفت وما مكنت المرأة السعودية، بالعكس الجامعات والمدارس ده كله موجود يعني من عشرات السنين أو أكثر. يعني صحيح، جميل جدا دكتورة هتون، يعطيك العافية يا رب، إن شاء الله وترجعين بالسلامة إن شاء الله بعد خلال الأيام القادمة، وتنوري إن شاء الله الوطن هنا وتحتفلي معانا إن شاء الله باليوم الوطني، وكل الشكر لك والتقدير على هذه المشاركة القيمة في هذا اليوم الجميل، يعطيك العافية يا رب. كانت معنا دكتورة هتون قاضي صانعة المحتوى المميزة جدا، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود لكم ونكمل فعاليات هذا اليوم الجميل.